a un espoir pour le Maroc, mais aussi pour l'Afrique. C'est pour ça que tous les pays africains ont suivi le Maroc dans cette Coupe du Monde. On a vu que les supporters, tabarkallah, ils sont tous venus, si je ne me trompe pas, avec les avions que le roi du Maroc a envoyés. Et donc je félicite le Maroc. Et voilà, vive le Maroc, vive la France aussi, parce que sinon... الحمد لله على التأهل اللي تأهلنا ان شاء الله ويكون خير وفرحانين بزاف على هادشي اللي حققناه وانجاز عظيم ودخلنا للتاريخ ووصلنا للمربع الذهبي الحمد لله وفرحانين بزاف 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 وان شاء الله من يجيو غادي نستقبلوا باحسن استقبال اللي معمرهم ما ينساو في الحياه وحنايا يعني هاد اللحظات وهاد الحفل اللي عمرنا ما نساوه في حياتنا ان شاء الله حتى ل 2026 ان شاء الله ندو كاس العالم ان شاء الله ديال 2026 وديما مغرب جيت من مدينة تازا جيت باش نشجع المنتخب هي جرجتي مسعد اخرى ولكن المنتخب عاش الملك عاش الملك مع هذا النهار ديال لقاء المنتخب عاش الملك علينا جميعا عاش الملك جاب لنا العز فرحنا نسينا همومنا نسينا حرقنا نسينا مرضنا الله يزيدهم في الصحيحة الله يزيدهم في التألق تبارك الله علينا جميعا كالمغاربة جيت من القلعة السراغنة باش نساهم في هذا الترحيب ديال المنتخب فرحونا بزاف الله يجازيهم بخير شكرا شكرا بزاف وهذه غير البداية مازال ان شاء الله البداية مازال السلام عليكم انا جد سعيدة اليوم بهذه الفرحة ديال الشعب كله خارج وهدا اليوم مدينة الرباط في هذه الحلة رائعة صراحه كل شيء حامل الرايات المغربيه وكل شيء جاي يشجع الفريق وكل شيء جاي يحيي الفريق ديالنا وانا جيت من كازا من البارح وانا هنا في الرباط باش نحضر لهذا الاستقبال الرائع ديال المنتخب ديالنا اللي كيستاهلوا حمروا الشال عالي صراحه حمروا لنا الوجه وطلعوا للمربع الذهبي وهذا افتخار كبير لنا وللمغرب والفريق ديالنا كنحييهم بزاف وتحيه كبيره للوالد الركراكي والفريق الوطني ديالنا الرائع وتبارك الله عليهم وهذه البدايه وكنتمناو لهم التوفيق ان شاء الله سير سير سير, 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 سير